أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. تعذيب صحفي معتقل لدى الحوثيين في ذمار بصاعقات الكهرباء. ميليشيا الحوثي في صنعاء تحيل 2000 تاجر إلى النيابة. الأمن والأهالي في تعز يعيدون 20 هاربا إلى السجن. مشروع إنارة منازل الشهداء في تعز وتوزيع آلاف الكتب في مارب. أهلا بكم. تواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع تعذيب المعتقلين لديها من الصحفيين، وآخر هذه الاعتداءات ما يتعرض له تيسير السامعي وفقا لموقع الموقع بوست. الصحفي تيسير السامعي يتعرض للتعذيب والصعق بالكهرباء في سجون الميليشيا. قال الموقع إن الصحفي المعتقل منذ 2 يناير الماضي يتعرض للتعذيب الشديد صعقا بالكهرباء، وبجانبه المهندس أو المتواصل داخل سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع. وقال الصحفي هشام الجرادي في صفحته بموقع الفيسبوك إنه تلقى اتصالا من الصحفي تيسير السامعي وبجانبه المهندس محمد الصبري، أفاد بأنهما يتعرضان للتعذيب الشديد صعقا بالكهرباء والضرب المتواصل في سجون الحوثيين، وتم نقل تيسير من سجن الصالح بتعز إلى سجن في ذمار. وكانت الميليشيا قد اختطفت الصحفي تيسير السامعي من مديرية خدير قبل أشهر بتهمة التصريح لبعض القنوات التلفزيونية، بينما محمد الصبري الذي يعمل مهندسا في مؤسسة الاتصالات تم اعتقاله العام الماضي في إحدى نقاط الميليشيا بمنطقة الحوبان أثناء عودته من أحد الأسواق هناك. موقع عدن تايم يعلق حول الصحفي صالح العبيدي الذي أصيب في جبهة المخا، وقال الموقع لم تسقط الكاميرا من يدي العبيدي. وقال عدن تايم في تقريره الخاص في الحروب ليس فقط القادة والضباط والجنود في مرمى الاستهداف من العدو، ولكن ما يرافق هذه القوات من جنود مجهولين وفي مقدمتهم الإعلام العسكري ورجاله الذين ليسوا بمنأى عن الاستهداف. يتابع الموقع صالح العبيدي مراسل عدن تايم أكثر تحفزا للميدان والجبهة والتقاط كل ما يحيط بها، ويرفع من معنويات المقاتلين الذين يسطرون صورا ومآثر بطولية في معارك التحرير. وعن إصابة العبيدي يقول الموقع جرح صالح بصاروخ غادر، لكن الكاميرا لم تسقط من يده وظل متشبثا بها رغم جراحه. بلا سيف ولا فتح، تحت هذا العنوان كتب هائل سلام مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس، وقال الكاتب الأمر كله أو جله يجد تفسيره فيما يسميه ابن خلدون بنحلة المعاش، وهو ما يعادل مفهوم نمط الإنتاج الاقتصادي في النظرية الماركسية. فلو أن كل الناس يعيشون من عرق جبينهم ومن عمل أيديهم كما هو حال الحضارم كمثال، لما احتز الاجتماع السياسي اليمني ولا بقيت رقعة الدولة اليمنية ثابتة مستقرة عبر الأجيال والقرون. بتأثير نحلة معاشهم تلك يكاد الحضارم أن يكونوا الوحيدين الذين نشروا الإسلام في الأصقاع اعتمادا على القدوة والأسوة الحسنة. بلا سيف ولا فتح، اقتصاديات الغزو وثقافة حروب الغنائم وتحصيل الأرزاق بأسنة الرماح والاعتياش اعتمادا على نزع ما بأيدي الغير بمختلف الأساليب، بما في ذلك اغتصاب السلطة والاستئثار بها والاستحواذ عليها بوصفها مجرد غنيمة وليست وسيلة تغيير ونهوض وتقدم وازدهار، هي أس البلايا والمصائب والرزايا في هذه البلاد عبر العصور. غيروا نحلة معاشكم بتحصيل أرزاقكم سعيا وكدا وكدحا، وكفوا أيديكم عما في أيدي الناس يصفو لكم وجه شعبكم. بالبلدي بطلوا تهباش وتلطاش، وروحوا اقصدوا الله على كروشكم، ودعونا نحيا كما تحيا الشعوب.
فئة جديدة من فئات المجتمع التي وضعتها الميليشيا الحوثية عرضة للاستهداف، ولكن هذه المرة يتم استهداف التجار. ووفقا لموقع يمن مونيتور، فقد أحالت جماعة الحوثي قرابة 2000 تاجر في صنعاء إلى نيابة الصناعة بتهم يصفها المتهمون بالواهية والفاقدة للمنطق، بعد رفضهم قائمة محددة بأسعار السلع فرضتها الجماعة. كشف مصدر في نيابة الصناعة ليمن مونيتور عن إحالة ما يقارب 2000 تاجر إلى نيابة الصناعة بتهم عديدة، منها عدم إشهار أسعار السلع واقتراب بعض المواد من نهاية صلاحيتها، وأيضا عدم البيع بالأوزان. وقال أحد التجار المحليين للنيابة: تم إحالتنا إلى النيابة بحجج واهية ليس لها صلة بأرض الواقع، وكأنهم يعيشون في دولة متقدمة ذات رفاهية عالية. ويتابع قائلا: كيف لنا أن نقوم بعملية إشهار للأسعار وكل شيء مرتفع، والأسعار في ارتفاع متواصل وبلغ ضعف سعره بسبب ارتفاع الدولار الذي تسبب بغلاء وارتفاع كل شيء، حيث يطلب منا ما لا نستطيع الوفاء به وليس بأيدينا. في موقع حضرموت نت ورد العنوان التالي: القبض على سجناء فارين بمدينة التربة في تعز. قال الموقع إن قوات من الجيش الوطني والأمن تمكنت من إلقاء القبض على معظم السجناء الفارين من سجن الشبكة بمدينة التربة جنوب تعز بعد ساعات من فرارهم منه. وفي تصريح لقائد القطاع العسكري بالحجرية التابع للواء 35 مدرع، قال العقيد أمين الأكحلي: تلقينا بلاغا عن فرار مجموعة كبيرة من المساجين من سجن الشبكة بمدينة التربة عبر استحداثهم لفتحة في جدار السجن تمكنوا خلالها من الفرار. وأضاف الأكحلي: قمنا بتنفيذ عملية انتشار واسعة وسريعة بمعية مدير أمن الشمايتين ومجموعة من المواطنين لتتبع المساجين ومطاردتهم، وقد تمكنا من إلقاء القبض على معظم الفارين ولم يتبقى منهم سوى 5 مساجين يجري ملاحقتهم. وإلى أكثر الأخبار إلاما، والذي ورد في موقع الوقت، حيث قتل الشاب لؤي محمد عبده من قبل مجموعة مسلحة في شرعب الرونة. قالت مصادر محلية للموقع بأن جماعة مسلحة في منطقة الجعاشيش بمديرية شرعب الرونة أعدمت المواطن لؤي بعد أن أصدرت عليه حكما بالموت عقب عملية اختطافه وتعذيبه. قال شهود عيان للموقع بأنهم شاهدوا آثار تعذيب على جثة القتيل، وناشد أقارب الضحية الجهات المختصة سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. وكان نشطاء نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن التهمة الموجهة إلى لؤي، حيث اتهم بالقتل الخطأ. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة. تحت هذا العنوان كتب ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وقال في جزء منه: شهدنا الهويات المنفوخة عندما اعتقدت الهوية التي حركت الانقلاب على الدولة منذ 3 أعوام أن اليمن مجرد ورقة قرطاس يمكن طيها ووضعها في الجيب وتنهي الأمر، غير أن ما حدث هو أنها أغرقت اليمن في حرب مدمرة أخطر نتائجها هي تدمير الهوية الوطنية، وما نشأ عن ذلك من حاجة إلى العودة إلى ما دونها من هويات. مقاومة هذا الانقلاب يجب أن لا تقتصر على مواجهته عسكريا، ولكن أيضا بمشروع سياسي يفشل المشروع الاستعلائي المدمر للهوية التي تستقر عليها خيارات الناس بعد أخذ رأيهم، وهي مسؤولية كل القوى في الشمال وفي الجنوب على السواء. لا بد أن يقال للناس من الآن أنكم أنتم أصحاب القرار، وعلى النخب أن تتدبر أمر السير في هذا الطريق دون مراوغة أو احتيال. وحتى تأخذ المثال من هذه الهوية المنفوخة التي أغرقت اليمن في الحرب، فلا بد من تجنب النفخ في الهوية مهما صغرت أو كبرت، وهذه مسؤولية النخب عامة، وعلى النخب التي فقدت مؤشرات صلتها بالمستقبل وعادت تنفخ في هوياتها المحترمة لتعيد تشكيلها بقناعات فيها من النزق ما يجعلها عدوانية انعزالية، أن تفكر جيدا فيما يمكن أن يرتبه ذلك من تفكك حتى على صعيد الهوية ذاتها. عانى اليمن كغيره من البلدان من النخب التي تستحضر الهوية وكأنها عربة نقل تتحرك عليها لتنجز مهمة معينة،
دون أن تدرك أن الهوية وسيلة حياة لا يجوز توظيفها لغير هذا الغرض. إلى موقع المشاهد نت والذي عنون في إحدى صفحاته مشروع إنارة منازل أسر الشهداء للمرحلة الثانية بتعز، قال الموقع إن مؤسسة رعاية التنموية أو التنموية وزعت في مدينة تعز منظومات طاقة شمسية لبعض أسر الشهداء، وأوضح مسؤول المشروع أن المؤسسة قامت بتوزيع عدد 7 منظومات شمسية لعدد من الأسر في تعز كمرحلة ثانية، وسوف يتواصل المشروع في القادم لإنارة كافة منازل أسر الشهداء في المدينة. وإلى موقع سبتمبر نت والذي عنون في صفحته الرئيسية انطلاق مشروع 1000 كتاب لكل مكتبة في مأرب، قال الموقع إن فرع الهيئة العامة للكتاب في مأرب بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة دشن المشروع، والذي قال في افتتاحه نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جواري أن الشعوب التي لا تقرأ لا ترتقي، والقيادات التي لا تقرأ تكون قراراتها كارثية، مضيفا أن الجمهورية تسعى منذ العام 1962 لكي نقرأ ونتعلم، وللأسف فإن المشاريع الظلامية دائما ما تعتمد على الشعوب التي لا تقرأ. من جهته أكد ناصر الأزمع الشريف رئيس الهيئة العامة للكتاب بمأرب أن المشروع يهدف إلى تزويد المكتبات العامة بالكتب القيمة، ويطمح إلى تحول مشروع 1000 كتاب إلى تقليد سنوي لتعميم المعرفة والقراءة. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قالت مجلة ناشونال انترنست الأمريكية في أحد تقاريرها إن إيران زادت من تهريبها للأسلحة في الأشهر الأخيرة للمسلحين الحوثيين، محولة المعركة اليمنية إلى المسرح الأخير للحرب الباردة في الشرق الأوسط. وأشارت المجلة في تحليل لها كتبه باحث متخصص في الشؤون الدولية في جامعة كولومبيا ونقله للعربية يمن مونيتور إلى أن المجتمع الدولي يكافح في خضم كل التعقيدات في اليمن، فقد فرضت قرارات الأمم المتحدة حظرا على الحوثيين ودعت إلى تنفيذ كامل لإعادة عبد رب منصور هادي إلى السلطة. تضيف المجلة الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح للفوضى في اليمن بالتمدد إلى أجر غير مسمى خشية أن يتمدد مسلحو تنظيم الدولة في ظل انعدام الاستقرار والقانون تماما كما يفعلون في سوريا. تتابع المجلة حتى إذا كانت مشاركة واشنطن العسكرية جزءا من سياسة أكبر في اليمن أم لا، فإنها ستحتاج إلى التعامل مع صراع صعب ومتزايد من المصالح في ذلك البلد الذي سيجعل حربها ضد الإرهاب أكثر خطورة. دمرت الحرب جزءا كبيرا من المعالم الحضارية وتراث المدن اليمنية بحسب ما قالته صحيفة العرب الجديد، والتي أضافت أنه في العاصمة صنعاء بدأت مومياءات اليمن القديمة بالتحلل والتعفن نتيجة عدم توفر الكهرباء والظروف المناسبة، ما دفع خبراء الآثار إلى إطلاق نداء للسلطات الرسمية المحلية وللمجتمع الدولي لإنقاذ تاريخ مهدد بالاندثار. ويكشف مسؤولون وخبراء في الآثار أن المومياءات المحفوظة في متحف قسم الآثار بجامعة صنعاء تتعرض للتلف نتيجة عدم توفر الإمكانات اللازمة مثل مواد التعقيم والأجهزة والطاقة الكهربائية، حتى وصل الأمر إلى انبعاث روائح كريهة منها. مومياءات اليمن اكتشفت خلال عام 1983 حيث عثر على أكثر من 200 مقبرة منحوتة في الصخر في مناطق جبلية لم يفكر أحد بأنها قد تحتوي على كنز أثري قابع في بطون الجبال الشاهقة في محافظة المحويت، واعتبرها العلماء أولى الدلائل على أن فن التحنيط لم يكن حكرا على مصر القديمة وحدها. رئيس قسم الآثار في جامعة صنعاء عبد الرحمن جار الله اعتبر أن تعرض المومياءات للتحلل والتعفن كارثة حقيقية تهدد بفقدان اليمن لقطع أثرية نادرة تشير إلى تاريخه القديم في التحنيط، بالإضافة إلى الأثر البيئي المحتمل من ناحية انتشار البكتيريا الناتجة عن تحلل مثل مومياءات كهذه. بينما يرى العديد من المؤرخين والباحثين اليمنيين
أن مومياءات اليمن لم تأخذ حظها من الاهتمام والبحث، وأنها تتمتع بقيمة علمية كبيرة، حيث تسلط الضوء على طبيعة المجتمع الذي عاش في منطقة جنوب الجزيرة العربية، كما أن دراسة الإنثروبولوجية لها كفيلة بالكشف عن نوعية السكان الذين عاشوا في هذه المنطقة المهمة تاريخيا في حقب زمنية غابرة. صحيفة الخليج قالت إن الحكومة اليمنية تعتزم إعادة ربط العاصمة صنعاء وبقية المحافظات بإمدادات الكهرباء قبل حلول شهر رمضان المقبل، حيث دعت الحكومة الانقلابيين إلى تحييد المصلحة العامة والكهرباء وتمكين الفرق الهندسية من القيام بأعمالها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأن تستشعر معاناة الشعب والمرضى في المستشفيات جراء انقطاع الكهرباء. نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري تفقد سير عمل الفرق الهندسية في إصلاح خطوط نقل الطاقة الكهرباء الغازية من محطة صافر بمارب بمحافظة مارب إلى أمانة العاصمة وبقية المحافظات، وأكد جباري أن الميليشيا استهدفت خطوط الكهرباء بشكل متعمد من أجل قطع مصدر الطاقة من وإلى المحافظات وعبثت بها ومنعت إصلاحها، لافتا إلى أن فريق الهندسة العسكرية نزعت في وقت سابق الآلاف من الألغام التي زرعتها الميليشيا حول أبراج الكهرباء. علي الجرادي كتب مقالا في موقع الموقع بوست أكد فيه أحقية كل مجتمع في تنظيم نفسه بالطريقة التي يرتضيها في ظل الفيدرالية التي تم التوافق عليها، وقال الكاتب: تتصدر نزعة أبناء الأرض كهوية سياسية لدى المجتمع اليمني في زمن الحرب وغياب السلطة الحاكمة وضبابية المشروع الوطني الجامعي الذي قارب اليمنيون على التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني قبل أن ينقلب عليه تحالف الحوثي صالح في 21 من سبتمبر 2014. ويشير مصطلح أبناء الأرض إلى نزعة محلية صرفة تتشكل لدى كل محافظة بأحقيتها في إدارة مواردها عن طريق أبنائها بشكل شبه مستقل عن إدارة الدولة ككل، هي نتاج طبيعي لضبابية أداء السلطة الشرعية في المحافظات المحررة وتداخل عوامل إقليمية ذات حسابات خاصة أفرزت أشبه بحكومات محلية. قد لا يكون هذا الوضع مؤشرا على التفتت، لكنها طريقة مقبولة كتداع سياسي واجتماعي وأهلي في ظل فراغ السلطة المركزية الحاكمة. من حق المجتمع تنظيم نفسه وفق الفيدرالية التي أقرها مؤتمر الحوار وإن لم تأخذ بعد الشكل الدستوري والقانوني، وربما في المراحل الأولى تشوبها أخطاء من قبيل تجاوزات تتصل بحدود صلاحيات الحكومات المحلية بصلاحيات الحكومة المركزية، أو أخطاء تبدو فادحة تتصل بفهم خاطئ لمعنى الفيدرالية، حيث يتم تحولها إلى حدود جغرافية على حساب المواطنة الواحدة في إطار شعب واحد. المجتمع سيمضي في ترتيب شؤونه بطريقته الخاصة ولن ينتظر السلطة والأحزاب حين تأتي متأخرة. حياة الناس لا تتوقف لمجرد أن الحكومة وقيادات الأحزاب تعيش خارج البلاد. حركة المجتمع تفرض وجود سلطات وأشكال إدارية وتنظيمات محلية على الأرض. انتحار في الفضاء. شبهت الصحافة العالمية ما سيحدث لإحدى المركبات الفضائية بأنه عملية انتحار، وقالت صحيفة الإمارات اليوم إنه وبعد قرابة 20 عاما من التحليق في الفضاء استخدمت كاسيني جاذبية القمر تيتان الذي يشبه كوكب الأرض في بدايته للقذف بنفسها في مدار جديد سيمر عبر منطقة غير مكتشفة من قبل بين الغلاف الجوي لزحل وحلقاته. ومن المتوقع أن تبدأ المركبة الفضائية قفزتها الأولى ضمن 22 قفزة بين الكوكب وحلقاته يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تدمر كاسيني نفسها في القفزة الأخيرة المقررة يوم 15 سبتمبر بالدخول مباشرة في الغلاف الجوي لزحل في عملية انتحار فضائية. قالت ناسا في بيان لها: ستجعل جاذبية تيتان مدار كاسيني يلتف حول زحل ويتقلص بعض الشيء، لذا فبدلا من أن تمر المركبة خارج الحلقات فإنها ستبدأ قفزاتها الأخيرة داخلها، وستقيس كاسيني أثناء القفزات كمية الثلج والمواد الأخرى في حلقات زحل، وستتعرف على تركيبتها الكيميائية، كما ستساعد هذه المعلومات العلماء على معرفة كيفية تشكلت هذه الحلقات.
وحول الانتخابات الرئاسية في فرنسا، كتبت صحيفة الحياة: اختار الناخبون الفرنسيون أمس مرشحين سيخوضان دورة ثانية فاصلة الشهر المقبل لتحديد من سيخلف الرئيس المنتهية ولايته فرانسوا هولاند. وبعد معركة شابتها فضائح واعتبرت اختبارا لمكانة باريس في الاتحاد الأوروبي بحسب الصحيفة، حقق مرشح الوسط إيمانويل ماكرون المركز الأول في انتخابات شهدت إقبالا قياسيا، ضامنا بلوغه الدورة الثانية التي ستجرى في 7 مايو المقبل بنسبة قاربت 23.7%، تلته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين في المركز الثاني بنسبة 21.7%، وضمنا الوصول إلى الجولة الثانية. تتابع الصحيفة: لم يحقق مرشح اليمين فرانسوا فيون سوى 19.5%. وجرت الانتخابات في هدوء وسلام بعدما طغى عليها هاجس أمني ووسط تدابير مشددة اعتبرت سابقة لا سيما في المدن الكبرى، إذ نشرت السلطات 50,000 من عناصر الشرطة والدرك و7,000 جندي مدعومين بوحدات قوات خاصة من أجهزة الأمن الفرنسية لحماية 66,000 مركز اقتراع. أبرز ما التقطته عدسات الصحافة العالمية في الأسبوع الماضي من خلال جولتنا المصورة والتي جاءت في شبكة البي بي سي. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.